مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال الاهلي الليله، ونبدا هذا اللقاء بالترحيب بضيفنا في الاستوديو نجم النادي الاهلي والمنتخب الوطني سابقا الكابتن عمرو الحديدي. كابتن عمرو مساء الخير، اهلا بيك، سعداء بوجودك معانا النهارده. ازيك يا استاذ محمد، ربنا يخليك، ربنا يكرمك. كابتن عمرو، كنا بنتكلم من بدايه الحلقه عندنا فقره اخبار كبيره جدا عن الصفقات وحاله النشاط الموجوده في النادي الاهلي، شايف الامور ازاي في الفتره؟ بص يا استاذ محمد، الفتره دي لازم النادي الاهلي كان يبقى فيه احلال وتجديد، مش هنفضل طول عمرنا بنبص على اللعيبه، اللعيبه فيها وقت من الاوقات بتستهلك. يعني احنا عارفين من الحرس القديم الكابتن احمد فتحي، كان موجود حسام غالي، كان موجود عماد متعب، حسام عاشور، لازم يبقى فيه جديد. الجديد بالنسبه للنادي الاهلي هي الاماكن الناقصه في وجود النادي الاهلي. يعني انت دلوقتي كنت بتفكر مثلا محمد هاني من باك رايت تلعبه سيرد باك، ساعات بتلعبه ليبرو، ايمن اشرف في غياب علي معلول لعبه باك ليفت، فانت بتدور على حلول لعيب جوكر عندك يحللك المسائل دي. في وقت اللعيب الجوكر هيستهلك هو كمان، فلازم يكون النادي الاهلي في الوقت ده عنده بصيص نور اني اجيب لعيبه للاماكن اللي اللعيب بتاعها خلاص مش قادر، 17 و18 سنه بيلعب ستاندنج اهلي ومنتخب مصر، فهيبقى في وقت البديل او الموجود، مش هقول لأدكة البولاء، لازم يبقى قريب، لازم يبقى موجود بالظبط. هتاخد روح تنافسيه داخل الملعب داخل القلعه الحمراء من اللعيبه دي كويس قوي. احنا شفنا ده من سنين، كان عصام ونادر. وكلامك ده مهم جدا كابتن عمرو، ساعات حتى المنافسه دي مش بس لصالح الجيل الصاعد او الشباب، ساعات اللعيب الكبير نفسه دي بتدخله في حاله في تحدي مع نفسه. انا لسه بقول لحضرتك لو رجعت ايام مستر مانويل كان عصام ونادر خدت احسن اثنين حراس مرمى في مصر. فدي اعتقد مجلس اداره النادي الاهلي شايف دي، كل المهاترات والمشاكل اللي بتتقال حوالين الساحه الرياضيه من جرايد للتلفزيون، كل ده بنسمعه. هم كيان النادي الاهلي هو كيان ثابت زي الاهرامات، عمره ما هيتهد ولا بكلام ولا بافعال ولا بنتائج، بيقوي نفسه بسرعه. ده كمان في مكانه، لانه وقت التعاقد مع حارس المرمى الكبير كابتن نادر السيد وقتها الكابتن عصام الحضري مستواه وصل لاعلى مستوى في تاريخه كله طبعا، لما بقى المنافس بتاعه في يعني التعاقدات دي ليها تاثير على اللي هيلعب وعلى المنافس اللي جاي، على اللي هيلعب عشان عايز يثبت نفسه صح، وعلى المنافس اللي موجود وهو جاي عليه يدخل الملعب. احنا الاثنين في روح تنافسيه شرفيه ان احنا كل واحد فينا يثبت مين الاقدر في ان يكون في ال11 اللي موجودين في الملعب. طيب، متفائل بالمستوى الفني، الاسماء الجديده، في تنوع في الصفقات في الاعمار وفي الخبرات وفي مراكزهم كمان في الملعب، ما بين هاف ديفندر ومساك ولاعب وسط مهاجم وراس حرب، يعني في كل المراكز تعاقدات دلوقتي. هل شايف انها هتكون اضافه كبيره او هتغير شكل الفريق للافضل الفتره الجايه؟ استاذ محمد، اما نقرا في احد التصاريح ان حمدي فتحي بيقول لك لو ما لعبش في النادي الاهلي عايز ابطل، لو ما لعبش في النادي الاهلي عايز ابطل. هو خلاص شايف نفسه في انبي مرحله انتقاليه للاهلي، مرحله عالميه، هو عارف هو جاي نادي الاهلي يعمل ايه وهياخد ايه من النادي الاهلي وهيدي للنادي الاهلي ايه. انا بقول لاي لعيب موجود، احنا كنا موجودين اللي جايين من المحله انا ووائل جمعه، ادي للنادي الاهلي قبل ما تاخد انت لنفسك، هتجيلك كل حاجه. ادي للنادي الاهلي كل نقطه دم عندك، مش عارق، كل نقطه دم عندك، هتاخد اللي انت عايزه اعلاميا وشهره وكل حاجه، حجم النجاح الكبير اللي حققه اعتقد الأهلي. انا بتكلم ده على حمدي. اعتقد ان حسين الشحات جاي من نهائي بطوله عالم للانديه، مش غريب عليه ده الاجواء، انت راجل محترف وثبت في الدوله العربيه الامارات الشقيق، ان انا حسين الشحات اللي انتقلت من المقاصه للعين وثبت الاقدار النادي الاهلي يتفاوض عليا، انت دلوقتي ابن من ابناء النادي الاهلي خلاص لبس الفانله الحمراء، انت ابن النادي الاهلي. ياسر ابراهيم انت بتتحدى نفسك، بتتحدى نفسك، اتحديت الناس كلها، كنت نجم نادي الزمالك اصبت رجعت سموحه لفت انظار الناس كلها واولهم النادي الاهلي، انت قدها وهتثبت للناس كلها مين هو ياسر ابراهيم في الفتره القادمه، يكون من العلامات من احسن مساكين في مصر. طب انا بسال عن ياسر ابراهيم، واحد من المساكين المتميزين جدا في تاريخ النادي الاهلي ومنتخب مصر، كابتن عمرو الحديدي، فنيا رايك ايه في المدافع في الباك ياسر ابراهيم؟ انا تملي بحب حاجه واضيف حاجه، احب ان انا التزم بتعليمات مدرب وامكانيات ان انا يعني اتمكن من فقد كل مهاره الفرويد لصالحي، بعد كده اطور من نفسي. كان يقولها لي الدكتور علاء شاكر، امسك الاول والعب مان والتزم، بعد كده هتلاقي الجيم بالنسبه لك بقيت انت رقم واحد، مش الفرويد اللي رقم واحد. اعتقد ان ياسر ابراهيم في الحته دي مساك كويس قوي، بيجيد العاب الهواء، شجاع، ودي من اهم حاجه تخص منصب السيرد باك،
ان انا يبقى قلبي جامد ما بخافش، التحامات هايل، كورته هايله، فده في حد ذاته يعني ما بيخافش من ما بيخافش يعني ما بيخافش من مواجهه المهاجم. بص انا قلت لك قبل كده مع حضرتك احمد علاء، بقول لك ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، شوف الهدف اللي ايمن جابه من التاكلينج في اخر دقيقه، شكل الهدف ايه؟ انت بتتعادل مع الداخليه، روح النادي الاهلي يا جماعه هو روح. اللعيبه اللي موجوده دي انا مش بقلل من امكانيات الفرق الثانيه، احسن لعيبه في مصر، ولو اخترت انت من اي مكان انت بتختار احسن لعيب في المكان يضيف لاحسن نادي في مصر، كل واحد فيه ليه جزء. انا هختار احسن لعيب مثلا في الاهلي عشان يلعب بره، رمضان، حجازي، هي برضو هنا اخترت حسين الشحات، حمدي فتحي، ياسر ابراهيم، يرجع النادي الاهلي، ياخدوا النادي الاهلي بيت جديد، شهاده ميلاد جديده. ورايك في عوده رمضان صبحي في التوقيت ده؟ مش غريب عليه، مش غريب عليه، ده بيته، بالعكس هيطلب منه اكتر من اللي هو عمله قبل ما يمشي. انت مطلوب منك رمضان صبحي اللي مشي من مصر احسن لعيب في مصر يرجع يعلي كفه النادي الاهلي وهو احسن لعيب في مصر. الخطوه اللي انت مسؤوليه والعبء عليه طبعا دلوقتي. الخطوه اللي انت جربتها وجيت في مصر للنادي الاهلي بصفه الاعاره، انت بقيت راجل كبير ذو خبره، مطلوب منك تضيف للزملاء الجداد حتى اللي لو سنه صغير، حتى لو فرق سنتين بس، ايا كان بس اللي انت اتعلمته، راح الدوري الانجليزي اقوى دوري في العالم وخد خبرات اتعلمت من حسام غالي، اتعلمت من حسام عاشور، اتعلمت من احمد فتحي، اتعلمت من كل اللي موجودين في النادي الاهلي من الجيل القديم اللي انت عاصرته، مطلوب منك تعلمه للي موجودين. انا جاي زي زيكو، جاي افحر اسم جديد لرفع اسم النادي الاهلي، مش لاسمي انا. انتوا اسماءكم كبيره في كل مكان، اسماءكم كبيره في كل حته، عالميا، محليا، افريقيا، اسماءكم معروفه. احنا بنقول دلوقتي النادي الاهلي البيت، بيت العيله. حسين الشحات اللي كان مطلب جماهيري وكان حديث الساعه في الوسط الرياضي والكروي في مصر، الناس كلها كانت مجمعه على اننا محتاجين اللعيب ده تحديدا ضمن الصفقات الجديده، مركزه وامكاناته الشخصيه. وكمان في قضيه تانية بدات بيها كلامك كابتن عمرو، حضرتك قلت انه قضيه الانتماء للنادي الاهلي مهمه جدا طبعا، والنادي كان حريص على ان ده يكون المعيار الاول في اختياره للاعبين الجدد او الصفقات الجديده، يكون لاعب بيحب النادي الاهلي وعايز يلعب للنادي الاهلي، وان ده بيعمل فرق كبير جدا في اداء اللاعب. رايك ايه في انضمام حسين الشحات وتصريحاته ان حتى فارق الفلوس لو كان العروض اللي عندي افضل بره مصر او في منطقه الخليج او في الدوري الاماراتي او في بعض العروض اللي جات لي خارج العالم العربي، انا عايز اكون في النادي الاهلي حتى لو بفارق او بقيمه ماليه اقل؟ هقول لك على حاجه يا استاذ محمد، حتى لو انا خدت اي بطوله مع نادي العين ايا كان، مع احترامنا لكل الانديه العربيه او الاوروبيه، في طعم تاني جوه النادي الاهلي. انا دخلت النادي الاهلي خدت بطوله، انا عايز اخد بطوله، امنيه حياتي. حضرت نهائي بطوله العالم للانديه، لا انا عايز اخد بطوله ويضاف لرصيدي بطوله افريقيا ودوري عام وكاس مصر، ده مسموح وشيء مشروع، حقك طموحك، هو اختار ده، هي مش موضوع ماده. ما هي انت هتاخد الفلوس الاول قبل ما تدرس ولا هتدرس وبعدين تاخد الفلوس؟ لا هدرس الاول، انا عندي دراسه معينه هفرق بيها مع النادي الاهلي، مع فريق النادي الاهلي، بامكانياتي انا هبقى لعيب كويس وهضيف لاسم القرعه الحمراء حسين الشحات، هيتقال في التاريخ في حسين، زي ما كان في ابو تريكه، زي ما كان في بركات، زي ما كان في جمال السيد، ابو الدهب، كمونه، فيليكس، احنا كلنا كنا بنقول نتمنى نتمنى. انا واحد من الناس، هتكلم عن نفسي، اتمنى كنت اعدي من جنب الاسدين. كنت بتتمنى وقت انضمامك لنادي الاهلي كابتن؟ بص لان اسمك كان مطروح ايامها، وكل عدد كبير من الانديه، انديه القمه بتتنافس على ضم المدافع عمرو الحديدي من المحله، كان عندك رغبه اكيده بالانضمام. انا اتقالت الجمله دي، كان الله يرحمه الكابتن صالح، وانا موجود في النادي الاهلي، مجلس اداره الزمالك خطف الحديدي بالليل، كان كابتن حماده الله يرحمه، بالليل الباشمهندس عدلي خلص الموضوع مع المحله، اتقال كده الاهلي اخر صفقات مدافع الفلاحين عمرو الحديدي. كنت اخر يوم قبل ما الكاب صالح يسافر كنت انا موجود في النادي الاهلي، ما فكرتش هتوقع، ايوه على 5 7 8 انا مش عارف ربنا كاتب في العمر قد ايه وانا امضي، ما عنديش مشكله، بس نفسي اخش النادي الاهلي، مش هخش اتفرج، انا دخلت اتفرج، عايز العب كوره في النادي، عايز العب ابقى موجود مع الناس دي. وفي الوقت اللي انا رحت في المحله الله يرحمه الكاب سياجي قال لي هتروح، قلت له يا كابتن والله يعدي اول سنه بس، وان شاء الله هثبت للناس كلها ان انا من المساكين المعدودين. ممكن اللي بيسمعونا دلوقتي يقولوا يا جماعه بلاش مبالغات، خلي الكلام حقيقي، خلي كلامكم موضوعي،
هكلمكم من خلال تجربه كابتن عمرو الحديدي، واحد من النجوم اللي لعبوا في مباريات رسميه محليه ودوليه للنادي الاهلي ومع منتخب مصر. كابتن عمرو، فعلا كنت واخد قرار ومنتمي للنادي الاهلي، فحتى لو كان جالك عروض افضل ماليا كان قرارك الانتقال للنادي الاهلي؟ لان في ناس بتقول مش معقول، احنا في عصر مادي جدا واللاعبين بيفكروا كده، بينما احنا على يقين ان النادي الاهلي له حسابات خاصه عند عدد كبير من اللاعبين وممكن يبقى عندهم عرض اعلى ماليا ويضحوا عشان يبقوا في النادي الاهلي. الكلام ده وعايزين نوضح النقطه دي للناس. لو انا حصل كده بالظبط، كابتن انور سلامه اتكلم معايا قال لي النادي الاهلي هيشتري بيك من المحل بالمبلغ الفلاني وانت هتاخد المبلغ الفلاني. ما ترددتش لحظه، وانا بمضي العقد 5 سنين انا ما قريتش انا بمضي على ايه. وكان المبلغ خارج النادي الاهلي اعلى اللي معروض وقتها. لا 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 لا، اكتر بكتير. هقول لك احد الانديه الشهيره في مصر، انا كان مبلغي 400,000 جنيه ليا انا لوحدي، وهيدوروا لي على شقه في مصر ان اكون موجود جنب النادي. انا لما كابتن صالح جابني وموقع قال لي انت باصص وانت بتوقع على العقد، قلت له بوقع. قال لي انت بتفتح الاوضه دي؟ فتحت الاوضه دي لقيت والدي الله يرحمه ماضي بالنيابه عني، هو اخويا الكبير مجدي، ان ده ماضي جنبك وقال اللي انت قلته، احنا اهلاويه وبنتمنى ابننا يبقى في النادي الاهلي بس. كويس، ده ابلغ رد على كل الناس بتقول يا جماعه بس احنا في عصر احتراف ما بقاش اللي يقول بص حب النادي قلنا له النادي الاهلي حاجه ثانيه. لو انا ما قلتش مش هتبقى فيها بروباجندا، لا لازم اقول واقول وشعارات. لا انا لعبت في النادي الاهلي، ولو ما كانش في فلوس في النادي الاهلي كنت هلعب في النادي الاهلي، واما جيت انا وكمونه وابو الدهب وجمال ما تردناش لحظه. لو سمعت الارقام اللي احنا ماضينا بيها، انا ماضي 5 سنين ب 20,000 جنيه سنه 93، جمال السيد ب 32,000 جنيه، ابو الدهب 60,000 جنيه، كمونه كان اكتر شويه، المشير كان بيمضي السنه ب 50,000، كان ابن النادي. شوف الارقام كانت عامله ازاي. يعني ساعة ما سمعنا رقم الكابتن رضا عبد العال 625، في ناس قلب مفتوح وفي ناس تغيير شرايين. الرقم كده؟ لا، الأربعة اللي قلته يعني من خارج النادي الأهلي مع المدافعين الموجودين في الوقت ده زي كابتن مشير حنفي، لكن قلت 4 صفقات من العيار التقيل شالوا النادي الأهلي في خط الدفاع سنين. عمرو الحديدي ومحمود أبو الدهب وسمير كمونة وجمال السيد. الأربع أسماء دول فعلا هم كانوا شكل خط دفاع الأهلي الفترة دي في عدد من البطولات، وكان يعني كان صالح وكابتن طارق قال لك دور على العمدان فجابونا عايز لعيبه الاقوياء. لا مستر كوتي قال لك مره هم ليه لعيبه النادي الاهلي كانوا قصيرين؟ قال لك عايزين اطوال. فكنت انا وجمال وكمونه وابو الدهب واقفين جنب بعض يعني خلاص، ما انا وبعدين ابو الدهب وبعدين كمونه وبعدين جمال. بس الاربع لاعبين من اللي هم المدافعين اللي عندهم لا طبعا دول مميزات الطول، لا دول احسن مني كمان بكتير، دول من احسن 3 لعيبه لعبت جنبهم. كمونه يعني راسي لابعد الحدود، المدفع جدلا يتكرر، محمود ابو الدهب، جمال السيد العقل وكل شيء، بس غير محظوظ مع مستر هولمان. سمير كمونه لعب بطوله كاس امم، نهائيات كاس امم كامله ما غلطش فيها غلطه. طبعا 98 لعب البطوله كامله ما غلطش في البطوله دي غلطه. 98 كل الناس قالوا ما غلطش غلطه، مدافع بيلعب بطوله كان بيلعب ايه؟ سيرد باك ودي صعبه ليبرو. جدا طبعا كابتن هاني رمزي افضل اللاعبين في الوقت ده، كمان مدافعين في تاريخ مصر يعني. كان في الوقت ده كابتن هاني رمزي ديفندر في نص الملعب. طيب هنتكلم كمان، عندنا يعني عدد من اللاعبين وعندنا تقارير مصوره عايزين نعرضها، بس بنتكلم بشكل عام انك متفائل بخبراتك في كره القدم يا كابتن عمرو، ان الفتره الجايه هيبقى شكل اداء الاهلي فيها مختلف مع الجهاز الفني والاسماء الجديده، كل التغيير اللي بيحصل في قطاع كره القدم في النادي وقته مش كتير. وقته مش كتير يعني، هياخدوا على بعض بسرعه جدا. حسين مش غريب عليه اسم النادي الاهلي وطريقه اللعب. رمضان نفس الكلام. ياسر ابراهيم هو كان موجود في سموحه سرد باك مقاتل، هيجي النادي الاهلي سرد باك مطلوب ليه بطولات. يعني انا شغلتي احمي النادي الاهلي من اي تهديف واسيب الفراوده هي تهدف، يعني ابعد مرماية من اي هدف يجي عندي بعد كده هم يحلوها، انا مصدر الاطمئنان الاول بعد حرس المرمى لدفاع النادي الاهلي. طيب هنتكلم عن حمدي فتحي كمان، من المطالب الجماهيريه الفتره اللي فاتت اكتر من شخص من جماهير النادي الاهلي طول الوقت، الناس الجمهور بيسالنا حمدي فتحي مصير الصفقه دي ايه، هينضم للنادي الاهلي ولا لا، واتحسمت خلال ساعات بعد ما سمعنا تساؤلات كتيره جدا. النادي الاهلي اكيد كان عنده قناعه بامكانيات هذا اللاعب وانه هيكون اضافه للفريق. عايز اعرف رايك في انضمام حمدي فتحي للنادي الاهلي. استاذ محمد، النادي الاهلي لما بيجي يختار حد مش بيختاره عشان مطلب جماهيري، بيختاره باسس وقواعد وتصرفات وامكانيات واداء، في شروط. هل الشروط دي هتنطبع على النادي الاهلي؟ هينفع الراجل ده يبقى موجود في النادي الاهلي؟ طبعا. هقول لك على حاجه يعني فيها مصدر الابتسامه شويه. لما النادي الاهلي لعب احد الماتشات الوديه كان موجود مع رامي صبري، لعب ليبرو، لقيت عليه الفانيلا،
في فانيلا رامي صبري ليبرو ام بي في احد الماتشات الوديه. النادي الاهلي كان عامل احتفاليه جه لعب مع النادي الاهلي هو واحمد سامي ليبرو المقصه اللي هو ليبرو نادي الجيش دلوقتي، لقيت عليهم فانيله النادي الاهلي. معلش في ناس بتلبس فانيله النادي الاهلي بتليق عليه، تشوف ان شكل ستايل اللعيب ده ينفع لايق عليه، وفي مهما هتقنع نفسك مش لايق عليه خالص. تتكلم عن شكل ادائه في الملعب، طبيعه ادائه بالظبط، وسبحان الله الشوط اللي لعبه رامي واحمد اتعود على طباع النادي الاهلي مجرد انه في الملعب، خد على طريقه اللعب الالتزام بصراحة. والضغط والانقضاض والباص بحساب والعاب الهواء خلاص اتعود. انت مجرد ده نزلت الملعب جماهير النادي الاهلي واسم النادي الاهلي 80% روح. طب هنرجع لنقطه تانية اللي بيقولوا فيها ان احيانا بيبقى اللعيب كمان في خضه بتحصل، في صدمه بتحصل لما بينزل من نادي، طبعا مع احترامنا لكل الانديه، بس ما عندوش جماهيريه وشعبيه النادي الاهلي، ان ده بيبقى لود عالي جدا على اللعيب وممكن كمان يسبب له اصابه، انه فكره صدمه الضغط الجماهيري والاعلامي والمطالبه بالفوز. خلينا نرجع نسمع راي كابتن عمرو الحديدي في النقطه دي، ولكن بعد متابعه هذا التقرير عن احدث الصفقات الوافد الجديد حمدي فتحي. من الصيف اللي فات وانا متماسك ان اكون موجود في النادي الاهلي، والنهارده بصراحه اسعد يوم في حياتي وحلمي وحلم عيلتي من صغري يعني الحمد لله يعني. والله المفاوضات بدات من شهر من الصيف اللي فات، فما حصلش نصيب انبي تمسك بوجودي في النادي، وانا كنت متماسك جدا برضو ان انا اكون موجود في النادي الاهلي. فالفتره اللي فاتت دي من 3 اسابيع وهم بيتكلموا مع النادي وانا بتكلم معاهم، كان في ضغط جامد ان انا اكون موجود في النادي الاهلي، فالحمد لله ان ده الحلم يعني واتحقق يعني، والحمد لله ان انا موجود في النادي الاهلي النهارده يعني. انا بدات في دمنهور كنت صغير يعني، حتى لعبت درجه اولى سنتين بس، سنه ممتاز بيه وسنه السنه اللي كنت موجود في الدوري الممتاز، انتقلت الانبي فما حصلش نصيب ولعبت السنه دي، فالسنه دي انا مضيت على نفسي واصله امانه عشان اطلع العب، عشان اتكلمت معهم هم كان كمان عايزين يقعدوني، فكابتن علاء عبد العال ما كانش عايزني السنه دي والنادي ما كانش عايز يمشيني، فانا قلت لهم لا انا لو قعدت السنه دي انا هبطل كوره هتبطلوني كوره، فمضيت على نفسي واصله امانه ب 2 مليون جنيه عشان اروح العب سنه في بتروجيت، والحمد لله كنت موفق السنه دي بفضل ربنا طبعا والكابتن طلعت يوسف، وانا بشكره يعني. الموسم اللي فات كله كنت عامل موسم كويس جدا والحمد لله يعني، محطات صعبه ف يعني عشان اوصل للحلم اللي انا فيه يعني دلوقتي. بصراحه ابويا كلمته في التليفون وكان فرحان جدا، وامي كلمتها برضو بعديه على طول وقعدت تعيط، بصراحه فرحانه جدا يعني. انا الفتره اللي فاتت دي كلها كنت بتمرن مع دكتور التاهيل لوحدي، فعشان اكون موجود في النادي الاهلي بصراحه يعني، انا كنت مصمم ان انا اكون موجود يعني، فحصل مشاكل كتير ان هم اتكلموا معايا بصراحه، فجيت بعد كده كلمت الاستاذ زكريا بصراحه يعني في 3 ايام، الاستاذ زكريا لما كلمته الموضوع بصراحه خلص، نائب رئيس النادي مظبوط، فكلمته 3 ايام بالظبط والموضوع خلص. فبصراحه الكابتن رامي صبري له دور كبير قوي في وجودي هنا بصراحه يعني. كان في تليفون امبارح لرئيس النادي عندنا والحمد لله يعني، هو كلمه والحمد لله ان الصفقه تمت على خير يعني الحمد لله. انا بصراحه اول ما دخلت حاسس ان انا حلم يعني، حلم والحمد لله اتحقق، فانا بصراحه اسعد يوم في حياتي النهارده بصراحه، وربنا يكرم ان شاء الله نكون على قلب رجل واحد الفترة اللي جاية، وربنا يكرم إن شاء الله وفي ماتش أفريقيا اللي جاي ده وناخد كل البطولات يعني الفترة اللي جاية إن شاء الله. المنافسة طبعا قوية جدا، في أسماء كبار جدا النادي الأهلي، فربنا يكرمني إن شاء الله، فعايزة جهدي أكبر من الفترة اللي فاتت، وربنا يكرم إن شاء الله أكون على قد مسؤولية الجهاز الفني والنادي الأهلي والجمهور يعني إن شاء الله. انا سعيد ان انا موجود في وسطكم، وانا كنت بتمنى ان انا اكون موجود معاكم يعني الفتره اللي فاتت كلها. كابتن عمرو حديدي، شفت تصريحات، رايك او تعقيبك على تصريحات حمدي فتحي وحبه الكبير اللي بيعلن عنه ان دخوله للنادي الاهلي وارتدائه تيشرت النادي الاهلي ده حلم بالنسبه له كلاعب كره؟
ده هو ما كانش نفس اللي كنت بتقوله قبل ما سمعنا. قال لك انا بلغت اسرتي ان احنا اهلاويه وانا اسعد واحد في الدنيا وعايز اضيف للنادي الاهلي وانا صممت ان انا اطلع اعاره بلد سنه بره وامضي على نفسي ايصال امانه او شيك عشان ابقى متواجد. واسمع بقى اهم جمله المكمل ما اللي اتعملت لاستاذ زكريا نائب رئيس النادي من رامي صبري. لسه كنا بنقول هو برضو كابتن وكابتن ام بي وجي النادي الاهلي ولو لفتره بسيطه تواجد معاهم في مباراه وديه نقل الصوره لحمدي. راجل بيقول لك احنا مطلوب مننا احنا متواجدين حصلت مشاكل وانا امنيت حياتي وانا مش مصدق انا بحلم. هو ده يلعب في النادي الاهلي كانه كان سامعك وانت بتتكلم يا كابتن او كانك شفت التقرير قبل ما تتكلم. ده اللي جاي ان شاء الله يبقى في نجم جديد. متفائل ان حمدي فتحي هيبقى نجم كبير في الفريق. طيب هنتكلم شويه بس قبل ما ننتقل لملف البطوله الافريقيه وتوقعاتك لاداء فريق الاهلي ان شاء الله مباراتنا اللي جايه يوم الجمعه المقبله في الجزائر امام شباب الثوره الجزائري. كنا بنتكلم من شويه عن لاعب مثلا قدرات محمد محمود اللاعب الشاب رغم اصابته ان شاء الله يعود سريعا. ظهر بمستوى في ثقة في الأداء وفنيا مرضي جدا للجمهور في بداية المباريات اللي شارك فيها قبل إصابته. بصرف النظر عن نتيجة المباراة هو كان أداؤه مقنع جدا للجمهور. وفي ناس بتقول لا ده اللعيب بياخد وقت وبيبقى عنده رهبة كبيرة من المشاركة مع فريق زي الأهلي وممكن يحصل له دروب لما ينضم لفريق جماهيري زي الأهلي وياخد وقت على ما يرجع لمستواه. رأيك إيه في الكلام ده كله؟ مش لسه حضرتك كنا بنتكلم في الفصل إيه اللي فيه مشكلة؟ محمد محمود مواليد 98 ده بقى له سنين في النادي الأهلي. حسام غالي الصغير مش فارق معاه ومش خايف ومش هايب الموقف وأدى اللي هو شافه. الإصابة ربنا يشفيه وعافيه. لاعب كبير كبير بمعنى الكلمة، واثق في نفسه، واثق في نفسه. راجل مضموم قبل ما يجي النادي الأهلي وهو في دجلة كان بيلعب في منتخب مصر، فهو عارف إمكانيات نفسه راحة فين. بدلك ملوش نصيب أو ملوش حظ في الفترة دي، ربنا شايل له الأحسن. هو أعتقد الكلمة اللي حضرتك كنت بتقولها لي هو اللعيب أو الجماهير بتقول ضغوط ويتخض وإصابات، لا 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 كان ده زمان. دلوقتي خلاص عصر الاحتراف. إمكانياتي فين؟ أنا إمكانياتي فين؟ إمكانياتي تفرضني على الساحة كلها يبقى شيء مرغوب فيه. أنا راجل لعيب كويس وعارف قدراتي كويس قوي وعارف إمكانياتي تتفوق على اللي موجود إزاي. خلاص ان شاء الله يبقى اضافه للفريق كمان. محمد محمود سنه صغير كلاعب كره وفي عمره باذن الله فتره العلاج اذا كانت الله اعلم 4 شهور ولا اكتر ولا اقل باذن الله الفتره دي ما تبقاش مؤثره او ما نشعرش انها فتره عطلته عن مشاركته مع الاهلي باذن خلاص الله. هو يعود سريعا للفريق. سب بصمه وسب فحر اسمه في اذهان جماهير النادي الاهلي ان في لعيب في نص الملعب اسمه محمد محمود جاي من وادي دجله لفت انظارنا من ماتش او اتنين او ثلاثه. بعد كده اصابه ربنا يشفيه ويعافيه هيرجع احسن مكان وعمرنا ما هننساه. انطلاقة الأهلي في دوري المجموعات أمام بطل الكونغو وبعد فيتا كلاب عندنا مواجهة مهمة جدا مع فريق شباب الثورة الجزائري على ملعبه وسط جماهيره يوم الجمعة المقبل. رؤيتك إيه لانطلاقة الأهلي أولى مبارياته والفوز على فيتا كلاب في المباراة الأولى في دوري المجموعات والتوقعات الخاصة بالمباراة اللي جاية إن شاء الله؟ أستاذ محمد إحنا هنمسك الموقف على مشاهد أرضي جماهير النادي الأهلي بإمكانيات فريق جديد. اثنين أعمل ثبات لمستوى اللعيبة الجدد في المباراة القادمة. عيني ما بتتشالش رغم بطولات أفريقيا عن الدوري العام وكاس مصر. في كبوات ما اختلفناش، في تعثر بسيط. بعد كده أنا هرجع ثقة الناس فيا تاني بأداء اللعيبة الموجودة. إيه هو المكسب؟ المكسب أنا مش هحلل المباريات، مش هقول على امكانيات، مش هقول انا كابتن استاذ محمد امكانياته هايل بس حسام عاشور احسن، احمد فتحي لازم يبقى متواجد. لا لا انا دلوقتي بقول نتائج 3 بونت، بعد كده 3 بونت وشكل جمالي. يعني هل الكره دلوقتي في ملعب الجهاز الفني واللعيبه ان المجلس والنادي وفر لهم كل المتطلبات مجلس اللي إدارة تلقي عليهم المسؤوليه لان العناصر اكتملت عندهم؟ مجلس اداره بيوفر كل صبر الراحه للاعبين والجهاز الفني، جهاز فني بيفرض سيطرته وامكانياته في الفكر للعيبه، لعيبه بتنفذ وجهه نظر جهاز فني ووجهه نظر بعيده المدى لمجلس اداره. جماهير عايزه حاجه واحده، الاهلي، المكسب، النتيجه. اللي موجود دلوقتي مكسب، بعد كده نتيجه، بعد كده امتلاك زمام الملعب. احنا متعودين كده النادي الاهلي بيمتلك كل حاجه، الملعب، اداء، سيطره،
نتيجة كل ده هيتقال في حاجة واحدة بس، روح فنة النادي الأهلي هتغني عن ده كله. ما هيروح فنة النادي الأهلي هتجيب النصر وهتجيب البطولة وهتجيب النتيجة وهتجيب السكور وهتجيب كل حاجة. روح فنة النادي الأهلي عمرها ما هتقل. كابوس مش حلم، كابوس صغير لمدة ساعات وهيروح لحاجة. حسب كلامك يعني حضرتك قلت في بداية الحوار ده انك متوقع ان فترة الانسجام بين اللاعبين والجهاز الفني واستيعابهم لطريقة اداء الجهاز بقيادة لاسارتي او خططه والتاكتكس الخاصة بيه كمدير فني وتعرف اللاعبين على اسلوبهم مع بعض في الملعب ده مش هياخد وقت كتير، انك متوقع ان نوصل لافضل شكل بسرعة. كان زمان استاذ محمد كابتن شوبير وكابتن علاء وكابتن اسامة عرابي وكبار كابتن رمضان وكابتن ايمن شاوي وكابتن حسام وكابتن ابراهيم بنجتمع في مكان ونقول الخطا اللي حصل في المباراه اللي احنا خسرناها، الماتش اللي بعديه تلاقينا حاجه تانية. دول خلاص الموضوع ده خلاص بقى كل اللي جوه النادي الاهلي اولاد النادي الاهلي، كل اللي ارتدى يعني فانيلة الحمراء. يعني يبقى في حوار غير اللي بين طول الوقت مستمر بين الجهاز واللاعبين، بين اللاعبين مع بعض طول الوقت بعد كل مباراه وتقييمهم. الجهاز الفني شرح واداء، خطط في الملعب وعلى سبوره المحاضرات، لعيبه تنفيذ وامكانيات وروح. المدرب قال لي اعمل دي وانا ببتكر في الملعب عندي اداء اعلى، انا مش هبص للي هو قاله. هو اما انا هجيب جون مش هيسقف لي؟ اكيد مش. وانا بطور اللعبه مش هيقول لي برافو عليك انت عملت دي رغم ان انا شرحتها لك مش بالاسلوب الفلاني؟ لا لا لا، بس حافظ الاول على التكليفات المطلوبه مني، دي نمره واحد انا بكلف كل واحد بمهام وبعد كده هيحصل طوفان. اكلف بعد كده يحصل طوفان، طوفان بقى نتيجة بقى واحد واثنين وثلاثة، الناس بتبقى قلقانة، 1-0 لغاية الدقيقة 90، احنا خايفين لحسن الأهلي يتعادل. لغاية الدقيقة 93 والأهلي خسران 1-0 وفي نص دقيقة بيتعادل. أنت اللي عندك كل حاجة، أنت اللي عندك ثبات الانفعالي بتاعت لعيبته، أنت اللي عندك تعلية اسم المدير الفني، أنت اللي عندك إضافة للبطولات اللي موجودة في النادي الأهلي، أنت اللي عندك ارتفاع اسمك أنت في بورصة النجوم كلعيبة. مستر لاسارتي جاي يعمل اسم كبير زي مستر مالول، زي مستر هولمان، زي مستر هاريس اللي كانوا موجودين. لعيبه اللي جاي النادي الاهلي اللي هي دلوقتي بقت اولاد النادي الاهلي عايزه تعمل لنفسها اسم النادي الاهلي وتاريخ ليها وتاريخ للنادي الاهلي، اضافه تاريخ النادي الاهلي ثم تاريخ شخصي لاسم اللاعب. كل عوامل النجاح متوفره دلوقتي. انا بعتبر النادي الاهلي مجلس شعب، قرارات من رئيس مجلس نواب، اعضاء متفقين بنرفع ايدينا، معترضين ما حدش فينا بيتكلم. دي لعيبه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي عندها من الامكانيات تفرح ال 100 مليون وعندها من الامكانيات ترضي الجماهير اللي هي رقم واحد، فلينا رقم واحد مش فلينا. طب هل البدايه مبشره في البطوله الافريقيه؟ ادائنا امام فيتا كلاب هل كان مقنع بالنسبه لك؟ الجمهور قلق، الفوز اتاخر شويه، حتى المعلق في المباراه قال ان المباراه نتيجتها فيها نديه رغم الفارق بين امكانات وتاريخ الفريقين لان الهدف الاول اتاخر تقريبا للدقيقه قرب الدقيقه 70 يعني. فرايك ايه في المباراه وايه اللي عايز تقوله للجماهير عنها يا كابتن عمرو؟ انت عاشه بس انت عاشه، اللعيبه عايزه انت عاشه، وصلت لها. انت لو خدت بالك من طريقه الجمله من رمضان الاوفرلاب من محمد هاني، بص شكل ناصر ماهر، هدوء مش انفعال، راجل كنت ممكن احط رجلي باقصى قوه، لا انا عارف بحطها عكس اتجاه المدافعين والحارس. خلاص ضربه جزاء، لو حضرتك طبعا اتفرجت على الماتش، علي معلول مش بيفكر يشكل الشكل الجمالي لاحراز الهدف، انجليزي باقصى قوه عشان اهدي بس من جواي. ما انت عايز تطمن اللعيب الاول، عايز تطمن وبعد كده عايز يفرح اللي في المدرج ايا كان مين هما. احنا هنقول اللي في المدرج عددهم 10، في ملايين حوالي. حتى صناعه ضربه الجزاء نفسها كريم نادفد اللي لسه نازل الملعب عارف اهميه الماتش والفوز ونازل بروح عاليه جدا هجوميا. انت قلت بقى حاجه جميله قوي كنا بنقولها في اول الكلام، ايه كريم نادفد ده؟ ايه باك رايت، سارد باك، فيرويد تحت الفيرويد، هاف رايت، هذا لعيب جوكر. اي فريق يحتاج لعيب زي ده؟ هل هو ما كان بيقعد او طلع اعاره الوادي دجله احنا مش عارفين امكانياته؟ ده باك رايت زي ما يكون بقاله 10 12 سنه بيلعب باك رايت وعارف وبياخد الباك في ظهره ازاي ويقفل جوه ويفتح بره، عارف هو بيعمل ايه كويس قوي. كريم صغير، هو وناصر ورمضان 97 ومحمد محمود وجالهم حمدي وياسر واللاعبين اعمارهم مختلفه يعني كمان بس قريبه، حمدي فتحي الاعمار كلها شباب. ما انت خدت ايه كل نجم في فرقته عشان تجمع نجوميه النادي الاهلي، كل نجم في ناديه بتجمعه في نجوميه النادي الاهلي.
النادي الاهلي القمر، حوالين جوم كتير. يعني مقتنع كمان ان كريم نيدفيد من الاوراق اللي ما كانتش مستغله بشكل كويس الفتره اللي فاتت، وبدا يعيد اكتشاف نفسه كلاعب وتقديم نفسه للجمهور اللي بقاله اكتر من مباراه. انا ما استغلتش، ما تمش استغلالي، بس انا اجبرت اللي يشوفني انا بلعب في كل حته، انا باك رايت، انا سيد محمد هاني. هو القعده دي هتعمل ايه؟ العب سرد باك، العب العب هوا ومساك، العب باك رايت، العب وينج، العب في اي مكان. النادي الاهلي يا استاذ محمد العب في اي مكان. طيب المباراه اللي جايه هتكون مختلفه، المنافس طبيعه المباريات مع فرق شمال افريقيا مختلفه، والمباراه على ملعب المنافس مع الظروف اللي احنا بنمر بيها اللي هي لسه في مرحله الوصول لحاله التناغم الكامله بين اللاعبين والجهاز الفني، مطلوب ايه في المباراه دي؟ تعامل معاها الدرس زي المعتاد اللي بنقوله كل مدير فني بيدرب ناشئين او درجه اولى، ما كسبتش ما خسرش، ما كسبتش ما خسرش. انا النادي الاهلي المنافس عارف مين اللي رايح يلعب في جزائر كويساوي ايا كان مين هو. يا جماعه احنا ليه تملي بنبص للفرق دي وبنقول احنا عارفين؟ لا، هو عارف مين اللي رايح معاه، هو عارف مين النادي الاهلي. مع احترامنا الشديد لفرقه الثوره الجزائريه، هو عامل حساب للنادي الاهلي بس خلاص. انا النادي الاهلي، انا بعبع افريقيا، انا بسميها كده، اقولها باي شكل، بقولها بلدي مش بزوقها، انا بعبع افريقيا. امكانيات لعيبتي بتقول لي كده، امكانيات رؤيتي شفتها كده، اللعيبه اللي موجوده تقدر تعمل كل حاجه، ولا تونس ولا جزائر ولا اي فرقه افريقيا، ده النادي الاهلي يا جماعه. يعني هم اللي يشوفونا. هنا بتطلب من الجهاز الفني واللاعبين يبقوا الرساله دي واصله للكل، ان اللاعبين يادوا بثقه في المباراه دي. انا على ملعب المنافس، بس هو عامل حسابات اكتر لانه المنافس النادي الاهلي في المباراه دي. انا عندي خط احمر ممنوع التغطيه، ممنوع التعديه فيه، انا سد منيع، انا السد العالي، هتقرب مني هتتضر، هترجع لورا انا الكسبان، اليد العليا ليا. انا كنت بقول لحضرتك مكسب، المكسب جه ثقه في الاداء، في النتيجه، في هدوء اعصاب الجماهير، ان لسه في خوف بس اقل من قبل المباراه، اقل قبل المباراه. كسبنا، ابتدينا نزرع الحب تاني والروح تاني تظهر. هي حلم لمده ساعات هيعدي وهيرجع النادي الاهلي اللي انت متعود، انا وحضرتك وكل الجماهير اللي بتعشق تراب النادي الاهلي هتشوف الكلام ده. الكلام ده سهل مش صعب، بس هو لعيبه. كان بيوصل لك الحديث الفتره اللي فاتت كابتن عمرو طول الوقت، وتساؤلات الناس عن استمرار او عدم استمرار اجاي مع النادي الاهلي، كان في شائعات كتيره جدا في الوسط الرياضي، وبتحسم بقيد اجاي في القائمه الافريقيه، وهيكون موجود ضمن اللاعبين الموجودين للمباراه اللي جايه، وفي قائمه المباراه هو وحمدي فتحي. رايك في عوده اجاي واهميه لعيب بالمواصفات دي بعد غيابه لفتره طويله؟ غيابه لفتره طويله كان بيتعالج. الروح اللي عنده حبه وانتمائه للنادي الاهلي كمحترف سهلت وقربت كتير قوي من العلاج ليه. امكانياته اللي احنا كلنا عارفينها فنيا بقى، ان هو راجل فنيا اعلى من المعدل العادي، ان احنا فقدنا 3 4 لعيبه يوقعوا بلد مش فرقه، احمد فتحي لاصابته، مروان لتكرار اصابته، صلاح محسن لتكرار اصابته، وليد ازارو لتكرار اصابته، أجاييه لتكرير اصابته، اصابات مكرره. انت كنت بتشيل وليد، كل اللعيبه النادي الاهلي بيفرحوا ال 100 مليون. انت مش انت الماتش اللي فات حصلت اصابه مروان، انت مش عارف مين اللي يلعب فيرويد، انت مش عارف هتحط مين فيرويد. المباراه دي احنا لسه صلاح محسن بيجهز بس مش موجود للمباراه دي، ومروان مصاب وازارو مصاب، ثلاث فرق. وده بس عندنا من العناصر الشابه، يعني في لعيب بيأدي المهمه دي لانه بيقوم بالدور ده، محمد شريف موجود في القائمه اللي موجوده للمباراه. احنا لسه بنقول ايه؟ النادي الاهلي عنده حلول وحلول كتيره، بس الناس مستعجله، الناس مستعجله. احنا بنقول يا جماعه الصبر، الصبر مش تسكين ولا دواء بهدي بيه اجواء الاجواء اللي حواليا اعلاميا، لا لا لا، انا بقول لك اهدى بس وانت هتشوف اللي انت بتتمناه، عشان انت عمرك ما شفت غير بنضاره النادي الاهلي المكسب وبس. مش بتتكلم بس عن بطوله افريقيا يا كابتن عمرو، بتكلم عن الدوري كمان، بتكلم عن كل حاجه. ما هو اللي هيهدي الناس ايه؟ انا بكسب بره وجوه، بكسب بره في افريقيا وبكسب في الدوري العام. انا ماليش دعوه اللي فوق الاسماء اللي فوق يمين، انا ماليش دعوه العدد قد ايه في الماتشات، انا امشي قطر وماليش دعوه بحد. عمر القطر اللي ماشي طبيعي هيتعثر لفترات، وده حصل النادي الاهلي، ولا الانديه الكبيره هتمشي على طول كويس وهتكمل للنهايه. طول عمرنا بنشوف كل الانديه بتوصل لوقت معين
بيحصل دروبات مع اي فريق لازم. في فترات من الدوري بس احنا متعودين بقى لنا سنين النادي الاهلي ما بيحصلوش دروبات. حصل وبيعيد. الجمل ما بيقعش، الجمل ما بيقعش، الجمل بيقعد وبيقف تاني. هو دلوقتي بيقوم نفسه بنفسه النادي الاهلي بايه؟ بالنتائج، بمؤازره الجماهير، بمؤازره مجلس اداره، بمؤازره لعيبه، بمؤازره جهاز فني، بمؤازره مصابين، بمؤازره اعلاميين، بمؤازره ضيوف الاعلاميين اللي موجودين اللي بيحبوا النادي الاهلي. طيب وعشان كده طبعا الفوز زي ما قال كابتن عمرو الحديدي، الفوز باي مباراه في البطوله الافريقيه في التوقيت ده بيبقى امر فاصل ودفعه كبيره للفريق، وكمان بتبقى لها اصداء كويسه جدا عند الجمهور. ان شاء الله يكون ده كمان القادم في المباراه القادمه مع شبيبة الثوره يوم الجمعه، مساء الجمعه القادمه في الجزائر. خلونا نشوف هذا التقرير، توقعات الجماهير واراء الجماهير قبل مباراه الاهلي وشباب الثوره الجزائري. هو توقعات النتيجة وإن شاء الله الأهلي هيكسب، يعني ما ينفعش نقول غير كده، وإن شاء الله الأهلي هيكسب يعني، وهنكون شادين حيلنا إن شاء الله وهنكسبه. أنا شايف لو الأهلي ركز في المباراة ومدرب يعني واللعيبة كده إن شاء الله هيكسبه. مباراة صعبة جدا بس أنا يعني متوقع فوز الأهلي بإذن الله. الأهلي يعتبر أول مرة اللي هو يكسب أول ماتش في أفريقيا بقاله مرتين، فإن شاء الله بإذن الله خير بإذن الله، وأنا متفائل جدا إن شاء الله. هي المباراة صعبة، مباراة صعبة في ظل ظروف الموضوع اللي الأهلي فيه. احنا ما عندناش فرود دلوقتي، ماشي، هتبقى صعبة عشان ده ديربي عربي ملهوش دعوة، بس ان شاء الله بإذن الله الأهلي لو ما كسبش مش هيخسر، يعني لو ما كسبش مش هيخسر، أقل حاجة نجيب نقطة من هناك عشان ان شاء الله بإذن الله نبقى أول المجموعة والنهائي يبقى هنا. احنا عايزين كل النهائيات بتبقى بره، كل النهايات بتبقى بره، لما ناخد المركز الاول ان شاء الله باذن الله يبعدنا عن الحاجات الوحشه ونبقى القوات. صعبه جدا مش سهله، مفيش ماتش سهل، خلاص اصبح الفرق الصغيره زي الفرق الكبيره، اللي بيكسب بيكسب، اللي بيأدي بيكسب، وبعدين انت بتقول هو خسران 3-0، فعشان يرجع فين غير على ارضه؟ فربنا يكرم باذن الله، اللعيبه تبقى فايقه، و يعني نرجع لو رجعنا بالمكسب الحمد لله، المهم ما نرجعش بخساره، يعني نرجع على الاقل بونت يعني، انما ان شاء الله نرجع بالثلاثة بونت باذن الله. كابتن عمرو الحديدي، رايك في التقرير ومحتوى التقرير واراء الجماهير ما بين التطلعات والثقه بلا حدود في امكانيات النادي الاهلي، المشجع المشاهد اللي بيقول ان شاء الله النهائي والبطوله تبقى على ملعبنا ونبقى احنا دايما، يعني ده السقف المرتفع دايما لطموحات جمهور النادي الاهلي، واراء كمان الناس اللي عندها تحفظ اللي بتقول ما فيش مباراه سهله والمباراه صعبه جدا. هنتكلم بثلاث صيغات مختلفه. ما فيش مباراه سهله عشان هو مش متعود غير المكسب، فما جرب الخسارة ابتدى يكش في حذر بقى. أدي الأولى. الثانية الأخ أو الأستاذ اللي بيقول لك نتمنى نبقى أول عشان نلعب النهائي في القاهرة، بص رياكشن تعابير ملامحه. النقطة الأهم ما كسبتش ما خسرش اللي أنا قلته لحضرتك. رابع حاجة وهي المهمة، هو بيقول لك نكسب، هو عايز درجة النجاح المكسب، بعد كده استمرية المكسب. كان الكابتن جورا رايح يقول لك ايه، صعب قوي الوصول للقمة، لا سهل قوي الوصول للقمة، صعب قوي الاستمرارية عليها. صحيح، يعني انا وصلت استمر، يعني صعب قوي استمر في نجاح، لا النادي الاهلي طول عمره عود الجماهير على ده. طب حالة التفاؤل الجميلة اللي موجودة في تصريحاتك كابتن عمرو في آراء الجمهور اللي تابعناها في التقرير، سريعا قبل ما ننتقل لعودة الجماهير واستضافة مصر وتنظيمها نهائيات كأس الأمم الأفريقية وتصوراتك لشكل البطولة دي وفرص منتخب مصر فيها إن شاء الله، سؤال أخير عن مباراة الأهلي وشباب الثورة الجزائري. إيه السلبيات بعد ما قلنا اتكلمنا كتير جدا عن نقاط القوة وهي كثيرة وبلا حدود في فريقنا، إيه السلبيات اللي لاحظتها في المباراة اللي فاتت وتتمنى إننا نتفاداها في المباراة اللي جاية؟ الحذر الكلام ده للجزء الخلفي اللي انا واحد منه، المدافعين، الاهتمام والتركيز 100%. انا
عندي مجموعة مراحل. حارس المرمى في أدائه بيدي ثقة لمدافعينه، أداء مدافعينه لعدم وجود أهداف في مرمى بيدي ثقة لمهاجمينه ونص ملعبه. الالتزام أنا مكسبتش مخسرش، تاني مكسبتش مخسرش، اللي هو التركيز التسعين دقيقة بشكل كويس. هو التركيز أقصى طموحه أن أنا بركز أثناء الجملة أو الهجمة، لا، تركيز التسعين دقيقة. لو وصلوا 120 دقيقة زي ما يوصلوا، أنا تركيزي وروحي لعدم خسارة النادي الأهلي. المكسب بإذن الله هيجي، التعادل هو مكسب الحين العودة في المباراة المشهد الثاني في مصر. إن شاء الله نكون موفقين ونأدي بشكل جيد، وتبان كمان كل الأمور الإيجابية ومردود الصفقات الجديدة وكل الجهد المبذول في الفترة دي، وده يبدأ انعكاسه كمان من المباراة الجاية، مش بس على النتائج، تكون النتائج إيجابية وكمان على أداء الفريق وشكل الأداء يكون مرضي للجماهير إلى أبعد مدى إن شاء الله. كابتن عمرو، استضافة مصر لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، شايف أهمية الحدث ده إزاي رغم الظروف اللي بنمر بيها في الفترة اللي فاتت أمنيا وجماهيريا والأمور التنظيمية اللي لسه فيها بعض المشكلات في استقبال الجماهير وامتلاء الاستادات في الدوري العام، شايف إزاي عودة الجماهير وإدارة الأمور الخاصة بالبطولة إن شاء الله؟ هي انتعاش البلد في كل شيء، سياحيا ورياضيا وسياسيا كل حاجة. بننقل صورة الاطمئنان ان اي دولة تتواجد في مصر. احنا بننظم بطولة امم، ايه الغريبة اللي احنا فيه؟ مفيش حاجة غريبة. 24 فريق كمان المرة دي مش 16. 24، يعني انت بتتكلم في 24 دولة. 24 دولة والمنظمين من دول تانية، يعني الموجودين حواليها الاعلاميين من دول مختلفة، هنوصل لرقم كبير. طيب احنا بنقول امنيا احنا واثقين كل الثقة في امكانيات الحكومة المصرية، مش هنقعد نتكلم وندي للمواضيع اكبر من حجمها، لا، الناس الامنين على المصريين عندهم كفاءة وقدرة يعلنوا ان مصر امنة بكل شيء. كل وزارة مصر تلتف في اللحظة دي، انا معايا الملفات السياسية ومعايا اعلى ملف الاطمئنان دخول مصر، ملف رياضي ناجح بكل المقاييس، ماديا رياضيا سياسيا كل شيء، كل حاجة كويسة. تقال حاجة زي دي بتبدأ من محمد صلاح لظهوره سفير مصر في كل دول العالم. أعتقد أن كلمة سفير دي بقت ضعيفة على محمد، بقى لامع واسم كبير، بقى رمز للنجاح المصري بالظبط على المستوى دلوقتي. خلاص الأندية الأوروبية دلوقتي تقول لك احنا هنيجي مصر ناخد زي محمد صلاح تاني. نكمل بقى، الراجل أعرض ملف قروي مش ملف دراسي اخد استضافه ولا لا، اعرض الملف رياضيا. مصر فيها محمد صلاح وفيها 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 من الاسماء الكبيره، كل واحد في ايديه ولو بجمله بكلمه بنقطه لنجاح البطوله دي ما يستخسرش في مصر ده. وتوقيتها ان شاء الله نجاح البطوله في الظروف دي وفي التوقيت ده يعمل فارق كبير جدا في كل حاجه باذن الله. كل واحد ليه حاجة معينة في مصر يحط مصر قدام عينيه وينجحها بالخطوة اللي هو فيها. الدكتور، المهندس، الضابط، الطيار، التلميذ، احنا بنعمل كل حاجة، نقدر نعمل كل حاجة، نقدر يعني اللي يطلبونا نبقى مجاهدين في سبيل نجاح زي دي احنا موافقين. وانا اقوله انا موافق اي حاجة انجح، يعني نطالب الجميع بان كل واحد يلعب دوره، يقوم دوره عشان البطوله دي تنجح فنيا وتنظيميا واداريا وجماهيريا واعلاميا. نلتف حوالين مصر، مش رئيس الجمهوريه يبقى بيحارب في كل الجبهات هو والناس اللي تم اختيارهم ورئيس الوزراء واحنا لسه نايمين. ما ننجح احنا كمان، راجل عمل مليون انجاز، شفنا اللي محدش شافه، مش رياء وكلام زي ما الناس هتقول بعد ما الحلقة تخلص ان ده كلام وكلام محفوظ وكلام بيتقال، لا 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 لا، تعال اقعد مكاني وحس باللي انت بتشوفه، حس بالامان اللي انت شايفه في بيتك واسرتك واولادك، حس بنجاح حاجة هتنعش من حياتك اقتصاديا وفنيا وسياسيا، حس ان ده نجاح ليك انت بيبقى له مربوط على كل حاجه في البلد، على السياحه وعلى الاعلام وعلى كل على ليك كل شيء. انت ليك انت لو هتقولها بصفه واحده بس، اطمئنان امنيا، بطمئن امنيا، ما ده الاساس بادئ عليك انت
قبل ما يبيطع الضيف اللي جاي. هو الاستقرار الامني ده في اي بلد في العالم اساس لاي نجاح استثماري او اقتصادي، ده الاساس. لو مش موجود الاستثمارات بتهرب من اي مجتمع. فاحنا ان شاء الله تكون دي انطلاقه لعوده الجماهير. بس في سؤال يا كابتن عمرو برضو اللي بيسمع حضرتك دلوقتي بيقول، هل نتوقع انه الامور تمشي بشكل مستمر في الابقاء على الجماهير، وان الجماهير والمدرجات مليانه ان شاء الله على مستوى بطولاتنا والدوري المصري بعد انتهاء البطوله ان شاء الله البطوله تخرج بشكل رائع؟ طب ايه الفرق؟ الفرق هلتزم لمده 3 شهور وبعد كده اسيب الحبل تاني؟ لا، هبدا زي ما انا وهنجحها بدايتها من الدور الثاني بطوله الامم، عوده الجماهير من لبنان النهايه. ليه؟ ما هو الكلام والشائعات والهمس اللي في الاذن ده هو اللي بيتعب الناس وبيتعب اعصابهم. النادي الاهلي، انا اقول النادي الاهلي، تملي هقول كلمه النادي الاهلي، فرحه اللعيبه المصريه تنجح اي حاجه، تلغي اي حاجه، تلغي اي ارهاب، تلغي اي فكر. يا جماعه احنا مصر زي ما في 100 مليون بني ادم، في حبه حاجات وحشه صغيره كده، حبه حاجات وحشه صغيره هنستبعدها. ان الطيب هو هنستبعدها البلد. هنستبعدها. الطيب يبقى شرس لنجاح بلده، الطيب يبقى شرس عشان نجاح بلده، والشرس يهدى عشان نجاح بلده. ما هي الشراسه بتاعته تبقى للصالح مش للضد. والطيب اللي سايبها خالص لا، لازم يهتم ويفهم، يبقى ايجابي ويبقى له ان النجاح ده ليك انت اولا. هم هيجوا ضيوف ويمشوا. نشوف كمان اراء الجماهير ونسمع تعليقك عليها كابتن عمرو، نشوف نتفق معاهم برضه توقعاتها او امنياتها ورؤيتها لاهميه نجاح هذه البطوله واستضافه مصر وتنظيمها لنهائيات كاس الامم الافريقيه. الجمهور يجي البطوله زي 2006 2008 و2010 ثلاث سنين متتاليه، لا الجمهور هيجي ويدعم مصر. الجمهور المصري بيحب الكوره وهيجي على ساعد مصر في ان ترفع من شانها في المحافل الدوليه. والله حضرتك التنظيم لو اكيد بشكل كويس ده هيساعد ان الجمهور يرجع وهيبقى في نديه اقوى للبطوله، فبالتالي لو تنظيمنا محترم وكويس اكيد الجمهور هيرجع بشكل اجمل، ولو الجمهور ظهر بشكل حضاري مثالي اكيد هنرجع احسن من الاول باذن الله، وان شاء الله اللي جاي اقوى مع منتخب مصر باذن الله. اولا هو تنشيط للدوله وتنشيط الاجهزه الرياضيه عامه، وتواجد الجمهور في المدرجات هيحيي الامل تاني ان الجمهور يعود للمدرجات من تاني، واحنا قادرين على ذلك في الاول وفي الاخر، وكمان قادرين ان احنا نلعب الدوري بجمهور ان كان الاهلي او الزمالك او اي انديه جماهيريه ليها الحق ان هي تبقى متواجده في المدرجات لكي التشجيع، ولا اكثر ولا اقل، ولا هتافات سياسيه ولا معاديه ولا اي حاجه من الحاجات دي. احنا في الاول وفي الاخر هدفها الكوره ولا اكثر ولا اقل. الدوله والناس المتخصصين في الرياضه حاولوا يساعدوا ان احنا نرتقي كمان في السياحه، ودي تشجعنا، بس لينا دور احنا كمان ان احنا نرجع ونلتزم بالقواعد وبالقوانين، لان في الاخر ده الاستاد استادنا والبلد بلدنا، فاي حاجه هتضرنا هتضرنا كلنا، مش هتضر مجال الرياضه بس، هتضر قطاعات كتير، واي حاجه هترجع علينا برضه بفايده هتفيدنا كلنا ان شاء الله. الجمهور بعد مصر لما تنظم القصه دي والجمهور يكون متواجد حتى لو بداية قليلة وبدأ ان احنا نظهر بصورة حضارية، الموضوع ده هيفرق كتير جدا جدا، ان الجمهور هيبدأ يقبل اقبال كبير جدا جدا جدا. بس اهم حاجه الجمهور وان هو يكون ليه صوره مشرفه، ده هيرجع الجمهور لقاعده جماهيريه اكبر بكتير، واحنا واثقين في ده. واحنا بنتابع التقرير انا والكابتن عمرو كنا بنضحك من المفارقات، لانه الحقيقه كابتن عمرو ما شافش التقارير دي قبل ما تتعرض وهو معانا على الهواء دلوقتي، وما شافهاش قبل ما يطلع معانا في الحلقه النهارده، والتطابق او التقارب في وجهات النظر بينه وبين الجماهير سواء في الحديث عن منتخب مصر او الحدث المهم ان شاء الله استضافه كاس الامم ونجاحها باذن الله نهائيات كاس الامم الافريقيه، او عن التصور الخاص بالنادي الاهلي ومشواره في البطوله وفرص فوزه. التطابق ده جاي من حب الناس لبلدها، سواء بنتكلم عن كابتن عمرو او المشاهدين اللي شاركوا معانا في التقارير
التقارير الجماهير اللي تم تسجيل هذه اللقاءات معهم، حبهم لبلدهم، حبهم ورغبتهم في نجاح أي حدث مهم بيخدم البلد إعلاميا ودعائيا وسياحيا واقتصاديا ورياضيا زي نهائيات كأس الأمم الأفريقية القادمة ب 24 منتخب مشارك في البطولة إن شاء الله، وأيضا حبهم وإجماعهم على قدرات النادي الأهلي وثقتهم في النادي الأهلي بلا حدود، حتى لو كان مر فترة من الفترات بكبوة على مستوى النتائج سواء على المستوى المحلي أو الدولي. تفضل يا كابتن عمرو، تعليقك على آراء الناس وطموحاتها بالنسبة للبطولة الأفريقية. أهم تعليق البلد بلدنا. صحيح البلد أكيد. بلدنا الحاجة الحلوة لينا والحاجة الوحشة والمشاهد اللي قال الاستاد ده بتاعنا في الآخر، نحافظ على الحاجة والتزامنا ده ما يبقاش خلال فترة البطولة بس، يبقى بعدها في الدوري كمان التزام. انت شايف الوحش استبعده انت الأول، مش الجيش ولا الشرطة. في حاجات مطلوبة، دور الجمهور نفسه طبعا مساعد على نجاح انت دلوقتي الاستاد استادنا والبلد بلدنا والانتعاش الاقتصادي انتعاشنا لينا احنا كلنا مش للرياضيين بس. وفي الأول وفي الآخر هي رياضة. شوف كل واحد قال جملة، الالتزام بالقواعد، البلد بلدنا، والاستاد استادنا، والانتعاش الاقتصادي. وفي مشاهد قال كمان او مشجع قال يا جماعه احنا هدفنا من الحضور للمباراه دي الاستمتاع بكره القدم، هدفنا الكوره. ارجو انه كلامه بيقول خلوا الهتافات والامور السياسيه واي امور تانيه بعيده عن الكوره، بعيده عن الاستاد، احنا رايحين نشجع ونستمتع بمنتخبنا ومبارياته ونستمتع بكل اللي قدم برايهم. قال لك بس هنوصل ولو بعدد بسيط واحنا متاكدين ان احنا رايحين. بص هو بيعمل ازاي، مقتنع باللي بيقوله وهو متاكد ان الناس نفسها، الناس وحشاها الكوره، ما انا قاعد قصاد الشاشه بس، لا نفسي ابقى موجود ونفسي ادهن نفسي احمر واخضر زي ما هم الناس بتعمل، مش انا عمرو عامه، انا عايز انجح بلدي باي شكل باي صوره. ان شاء الله نكون موفقين في البطوله دي على المستوى التنظيمي وتامين البطوله والنجاح خاص بشكل هذا الحدث المصري الأفريقي الدولي، وانعكاس هذه الصورة على صورة مصر في العالم كله بإذن الله تبقى كل عوامل وعناصر النجاح مكتملة وتخرج بأفضل شكل ممكن من خلال نجاح غير مسبوق بإذن الله لهذه البطولة القادمة نهائيات كأس الأمم الأفريقية في مصر إن شاء الله خلال هذا العام. إن شاء الله يكون لنا لقاء آخر يا كابتن عمرو، أسعدتنا بوجودك معنا، ويبقى في حلقة تانية لما نقرب شوية من وقت البطولة. زملائنا في الإعداد أكيد هيستعينوا بخبراتك كمان معنا وتقول لنا رأيك في شكل المنتخب بعد ما تبدأ مبارياته وفترة إعداد والمقارنة الفنية بين المنتخبات المشاركة في البطولة، وإن شاء الله يفوز بها منتخبنا الوطني إن شاء الله. شكرا استاذ محمد، ربنا يكرمك. سعداء بوجودك معنا. كابتن عمرو الحديدي نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر سابقا، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا استاذ محمد. شكرا لحضراتكم على المتابعه. نهايه هذا الحوار وهذه الفقره من فقرات الاهلي الليله، ولكن ابقوا معنا بعد الفاصل حديث اخر، ولكن لزميلي العزيز امير هشام مع الدكتور وليد عبد الباقي طبيب النادي الاهلي سابقا.